كل سنة وانتي طيبة يا مامتي. كل سنة وانتو طيبين. انتو ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا النهاردة هو تشيلدرنز داي عاملينه في المدرسة وده اكتر يوم انا فرحانة فيه عشان كده لابسة مظبطة. ناسي انا حاطه في وشي انا الاخضر والبينك اشاد وانا حاطه روز حاطه زوزو وحاطه فونديشن روز وحاطه حلو وحاطه هيتم وحاطه بركيه. مين اللي عامل لك كل ده؟ انا ولابسه فستان. انت سو كيوت. انا لابسه ورد ولابسه طاقيه بس جميله. انا كمان حلوه زيك. لا بص مش عارفه انا حلوه زيك طبعا. لا طبعا لا شكرا. بصي انا عماله اقول لكم عايزه هديه عيد الام تقولي لا احنا عايزين هديه عيد الطفل. يعني انا مش عارفه انا عمري ما جالي هديه عيد الطفل. على فكره ماما هتجيب لي هديه هي. لا ما تقوليش مفاجاه. وبعد المدرسه بقى هنروح نجيب حاجات كتير. ايوه بس ايه هي مفاجآت بقى؟ مفيش ولا مفاجاه ليا كلهم لميرال صح؟ واحمد ميرال how was the children's day? Good. Did you enjoy it? Yes. And all of you? I like Miral. Okay, who won the game? The first is Lucky. And who else? Miral. You didn't win? You won. I saw you. Yeah, you won. Okay, good job. Are you happy? Are you happy? Yes. Are you happy? Yeah, bye. Bye. Bye-bye. This hard for me or for your mom? For you. Okay, I love you too. Because you're mom. I'm a mom, yeah. I love you so much. Because Jaleen. Because no hard. Something like what? Like Wow, nice. Oh, that's great. Good job. You have something for me? Wow! Can you open it? Show it to us? Wow! That's nice! Hold this! Hold this! Mira! I like it! Amazing! Okay. Oh, Mira! Give me a kiss. Mira. We love you. How many hands do you have? 10. 10 hands! Wow! I can't fit anything. Who's here? And who's here? Oh, good! Bye! Say bye! تخيلوا ان انا الام الوحيده اللي واخده فلوس كده عشان حاجزه هديتي ومحدش عارف هو جايب لي ايه. والله ماما وصلنا للمكان اللي هنجيب منه الهديه. مستعدين تاخدوا الهدايا؟ ايوه. انتوا توقعوا الهديه ايه؟ انا توقعوا الحاجه. طب بصوا هو انا جايبه ايه؟ ثلاث علب، واحده منهم ليا واحده ليكي واحده ليك.
فانا بصوا العلب ايه، هي مقفولين، فانا مش عارفه مين بتاعت مين. اوكي، فكل واحد ياخد واحده ويفتحها ويشوف ايه هتطلع هديه مين بقى. طيب وانتي خدي، حاسه هتطلع بتاعتي اللي معايا اللي مش عارفه ليه. انا معايا حاسه بتاعتي مش عارفه ليه. افتح بتاعتك، اتفضلي افتح. والله بتاعتك بتاعتي. افتح كده ودي ايه بالظبط؟ افتح دي افتح دي. ده اسمك، اسمك خضة هتلبسها في ايدك، ايه رأيك؟ عجبتك؟ طبعا حلوة. بتسألي ميرا طلعت لك ايه؟ بتعملها تقولي طلعت لك بتاعتك. ايه ده، كل حظكوا حلو. افتحيها كده ميرول، خديها افتحيها واحدة واحدة، طلعيها عجبتك وريني. هاتي هاتي هاتي، حطيها على ايدي. مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها ايه؟ ميرون. ايوه شاطره، هاتيها كده حطيها على ايدي بس كده. ميرال يعني انا طلع حظي حلو بقى، انا اللي فاضله دي بتاعتي. انا هفتحها. اوكي افتحيها لي بقى وقولي لي ايه المفاجاه. حطيها هنا. انت عارفه هديتك يعني مش لازم. ايوه بس اول مره هشوفها، انا طلبتها بس لسه هشوفها. ميرا لقيتي ايه؟ انت فاهمة حاجة؟ احمد ممكن يقراه لك. ايوه سمعني كده. اللي في النص محمد. ايوه. واللي هنا ميران. ايوه. واللي هنا احمد. شفت بقى؟ هاتها كده حطها هنا. انا بعرف اقرا مشكل. برافو عليك. وريني. استني ميرا استني. انا بالانجليزي. أيوة. ادي احمد، محمد في النص اهو عشان ما يقولناش حاجه عشان هو اللي هيدفع. وميرا ولا ايه؟ حبايب قلبي التلاته. تصدقي احمد محمد ميرا؟ شفتي؟ بس انا انت طيبه ماما. انت طيب حبيبي. ايه عشان تقولي حاجه؟ انت خدتي السلسله وخلاص؟ طيب هلا أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياته وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.